والله النفط احنا ننطي جبل الدنبر ننطي 30,000 ويجيب لنا الغاز من البنزينخانه، واكو ناس ما عندها فلوس تقدر تنطي لابو الدنبر حتى يجيب له الغاز، واحنا نقدر يجوز احنا نقدر ننطي، غيرنا ما يقدر ينطي، الناس ميته من جوعها، نروح على البنزينخانه ازدحام، ما يختم لنا اذا ما 5000 دينار. كل البنزينخانات اللي نستلم من عندها غاز، اي بنزينخانه، هاي مال الدور السكر، مال هارون. البنزينخانة الهارون نروح عليهم يختمونا ب 5000، لو نروح يقول لك روح هسه روح، متعاملين ويا اهل الدنابر، ابو الدنبر ينطي فلوس حتى خاطر يفوتوا ينطي كم فلس ينطي رشوه، هاي الرشاوي ما يبطلونها ابد، كليتهم يموتون على الرشاوي، كافي عاد خليه يبطلون، مو الشعب تعب والله العظيم تعب، تعبنا يا اخي احنا عماله، انا اشتغل يومين ثلاث ايام يلا انطي حصه مال غاز 30,000. يكفي 100 لتر ولا ما يكفي؟ والله 100 لتر ما يكفي راس شهر كليته. ما يكفينا صوب عندنا جار كليتنا واطفال وعوائل وبيوتنا ايجارات خلي يشوفون ذول القاعدين على الكراسي خلي يشوفونا يقولون الشعب ميت من جوع يا اخي والتالي يعني شلون احنا نظل هيجي بس يبقون بهالمليارات ومكانهم خلي يشوفون داخل الشوارع الناس ميته من الجوع والله هسه نشتري سواق سوداء سواق سوداء تروح على البنزينخانه ما تحصل تروح على الوكيل ما تحصل تروح تقول له يابا الغاز مالي وينه؟ يقول لك على ما تيجي السياره من حمام علي، يروحون التناكر يوميه رايحين جايين، رايحين جايين، ماكو ماكو رايحين جايين، وهاي وضعنا، هاي وضع الشوارع، هاي الازدحامات يوميه، احد يشتغل بالشتاء؟ شوف اخويا الوكيل يتعمد تروح عليه تنطيه فلوس، تقول يابا جيب لي حصه ب 15,000، يقول لك ايه جيب سجل اسمك، الظل تدق الشهر كله تستندر ويجيب لك الحصه، تروح على يابا وين الحصه؟ يقول لك تجيب الطينة 5,000 7,000 وقانية وباشر تجيك الصبح أنا استلمت ب 30,000 أنا وكيلي بالزنجيلي عن طريق الوكيل وعن الناقلين لا عن الناقلين يعني اعطيت الوكيل ما جاب لي اخذت له وصل منه اعطيته 30,000 جاب لي اياها ثاني يوم وهذه ب 30,000 شو اسوي يعني اذا عندي طفل وبيتي ايجار وما اقدر منين اروح اجيب اشتري برميل ب 150 و 125 ما متزحمه علينا شويه ال 100 لتر تكفي نفرين ما تكفي شهر كامل والجو بارد وبيوتنا هاي كلها بارده بيوتنا ثلج يعني ذاك من ذاك اللي عنده خلينا نقول الله مكنه يقدر يشتري براميل غاز اروح البنزينخانه رحت على بنزينخانه الهارون قال لي اخوي انت شو اسمه البطاقه مالتك تقرا شفاء زنجيلي تستلم من الشفاء اروح على ابو الشفاء يقول لي اخوي استلم من الموقع القريب عليك اروح على الموقع القريب عليك يقول لي والله ستاندر السرعه اذا السرعه ادق لك اقل شيء 15 يوم اذا تنطي 5000 7000 لابو الباب نقول نحكيها بالقلم العريض تنطيها 5000 7000 يفوت يوقع لك اياها فورا تستلم الهارون والمامون المامون ما قليل هاي السوالف فيها بس الهارون هاي بيها الشغله والناس كلها تستلم مغادي وتعرف ايش قاعد احكي اني خلي كل من يسمعني خلي يسمعني عندهم لف دوران وعندهم الفقير لا شيء تنطي فلوس تستلم غازك ما تنطي فلوس ما تستلم غاز وهذا نطلبه من الناس ونطلب من المسؤولين يسوون حل لهالشعب الفقير لان يعني ما ظل بها مجال احنا ما نقضب كل شيء نقضب بس انا مخلي له 20 25 الف عربانه واقفه كلها براميل غاز وناس واقفه من 6 الصبح تطلع بهالبرد ويصير العصر ما يستلم يا ابو ليش ما استلم يجيبوا الدنبر دق له 50,000 يفوت فول يجيبوا التراكتر يدق له 25 يفوت فول وين تروح كلها تروح بغير مكانها تتفرغ انتوا تعرفون وين تروح تتفرغ كلها اسواق سوداء وفي امان الله والله خير انا يعني كلش حيل زفت بس يعني الغاز الغاز يعني 25,000 كثير على الفقير ما عنده 25,000 مال ما الغاز في الوكيل وصلنا اياه على الوكيل احسن ثاني شيء الناقل تريد انطيه 25,000 ما عندي 25,000 انطيه جاي اشتري سب البطل ولا هذا هو يعني الرقم عندي لحد الان لحد الان ما مستلم به الراجع على البنزينخانة الزحام بس للعرف بس للمعروف ايش هذا يمشون من جو العباية نقول بس احنا سبحان الله يعني ما فقير مظلوم مطالباتكم يسوون الغاز على الوكيل نريد على الوكيل يسوون يخففون من السعر شوية الفقير ما عنده وين يروح عندك اسواق سوداء؟ والله اسواق سوداء نشتري بالبطل بالاربع لترات خمس لترات نشتري ما نشتري يعني تقول جالي كان ما نقدر عليه ليش البطل تشتري البطل بالفير والفير ونص